قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة طه. نتوقف في هذه الجلسة المباركة عند الآية رقم 50، والتي جاءت في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون مصر. قال: فمن ربكما يا موسى؟ هذا قول الفرعون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرد موسى بهذا الكلام المعجز، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أولا، الخلق هو الإيجاد من العدم، أو هو تحويل شيء من صورة إلى صورة أخرى. والإيجاد من العدم لا يقوى عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما تحويل شيء من صورة إلى صورة فيمكن أن يعطيه ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أن الله تعالى خلق كل شيء من العدم، من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، وخلق هذا الكون بكل أجرامه ونجومه وكواكبه ومداراته وحركاته وسكانه. كل ذلك أوجده ربنا تبارك وتعالى من العدم ليشهد لهذا الخالق العظيم بالربوبية والألوهية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلق. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية هي الدلالة على الحق بلطف، ويأتي منها الهدية. وإذا قلت أهديت يعني أعطيت هدية، هديت يعني قدت إلى الحق وقدت إلى الصواب. الهداية منة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، ولكن الهداية تأتي على أنواع. منها الفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى كل ما خلق عليها، من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، هناك فطرة خاصة أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل شيء حتى يقوم بدوره في هذا الوجود بالكفاءة التي رسمها له ربنا تبارك وتعالى. ما الذي يجعل الإلكترونات تدور حول نواة الذرة إلا الفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى الأشياء عليها؟ ما الذي يجعل الذرات تترابط مع بعضها البعض في سلاسل لا نهائية من المركبات لتكون الجزيئات التي تكون المركبات؟ من الذي جعل لكل مركب من المركبات صفاته الكيميائية والفيزيائية الخاصة به؟ من الذي جعل الكواكب أجسام باردة معتمة تشرق عليها أنوار النجوم؟ من الذي جعل هذه الكواكب تدور في أفلاك نجوم محددة؟ من الذي جعل الأقمار تدور في أفلاك الكواكب وجعل الكواكب والأقمار تدور حول النجوم كالشمس؟ ما الذي جمع النجوم في تجمعات كالمجرات، ثم المجرات في تجمعات أكبر تسمى التجمعات المجرية، ثم التجمعات المحلية، التجمعات المجرية العظمى والتجمعات المحلية العظمى، إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ونظم حركة هذه الأجرام كتلا وأحجاما وأبعادا وسرعات بدقة فائقة. هذه هي الفطرة. من الذي جعل كل كائن حي يتركب من مجموعة من الخلايا، وأن هذه الخلايا تتشابه في بنائها حتى تشهد لله بالوحدانية؟ نرى هذا التشابه بين الذرة والمجموعة الشمسية تماما، نظام واحد يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية. من الذي جعل الأحماض الأمينية
تترابط مع بعضها البعض بروابط كيميائية محددة حتى تعطي الجزيئات البروتينية. من الذي عدد أنواع هذه الجزيئات البروتينية؟ من الذي بنى الخلية الحية؟ من الذي أوجد كل كائن حي؟ كل هذه شواهد تنطوي تحت كلمة الفطرة، وهي جزء من الهداية، وهي هداية يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل الخلق غير المكلف. جميع الخلق غير المكلف أعطاه ربنا تبارك وتعالى الفطرة التي تجعله يقوم بدوره في هذا الوجود كما شاء ربنا تبارك وتعالى. أما بالنسبة للخلق المكلف من الجن والإنس، فهؤلاء أعطاهم ربنا تبارك وتعالى نعمة العقل، ولولا العقل ما استطاع الإنسان أن يدرك ذاته، ولا أن يكسب علما، ولا أن ينشر هذا العلم، ولا أن يخترع شيئا، ولا أن يعمر الأرض بكفاءة. فالعقل من أعظم نعم الله التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى للخلق المكلف من الجن والإنس. كذلك الإرادة الحرة، والتي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لهذا الخلق المكلف، لأنه في هذه الدنيا في دار ابتلاء واختبار وامتحان يثبت في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنيران. فالإرادة الحرة يعني من ضمن الهداية التي هدانا بها ربنا تبارك وتعالى. من صور الهداية العلم الوهبي الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. من ضمن هذه الهداية السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين التي أرسلها ربنا تبارك وتعالى لهداية البشرية، لأن الله تعالى يعلم أن المعركة بين الشيطان والإنسان هي سنة من سنن هذا الوجود وستستمر إلى قيام الساعة. فأرسل ربنا تبارك وتعالى سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وقرر ربنا تبارك وتعالى أن يختم هذه السلسلة ببعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن رسالته هي الرسالة الخاتمة، تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظت، لأنه من العدل الإلهي ألا يعذب الناس دون إنذار، ويقول ربنا من عدله المطلق سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك يقرر القرآن الكريم أنه ما من أمة من أمم أهل الأرض إلا وجاءها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فمن صور الهداية هذه الهداية الربانية التي علمها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وطبعها في الجبلة الإنسانية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وبالرغم من ذلك فمن رحمة ربنا أنه لم يتركنا لهذا العلم الوهبي الذي وهبه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، ولا للفطرة التي فطر خلايانا عليها والتي طبعت فيها شهادة أنه لا إله إلا الله، وإنما أرسل هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين. ومن الهداية الربانية هذه الرسالات التي ظلت تترى، نعرف منها 5 رسالات: صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن الكريم. ومنها أيضا توفيق الله سبحانه وتعالى لعبد من العباد أن ينتظم على منهج الله سبحانه وتعالى. كل هذه من صور الهداية. ولذلك جاءت هذه الآية الكريمة في رد نبي الله وعبده موسى عليه السلام على فرعون مصر، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وطبعا أشكال الهداية الربانية لها صور متعددة في هذه الحياة، منها انتظام البيئة، منها كثير من الأحداث الكونية التي يأمر ربنا تبارك وتعالى بها لكي تتوافق مع النظام الكوني إذا حدث فيه أي صورة من صور الاختلال. إن شاء الله سنواصل استعراضنا لبقية الإشارات العلمية في سورة طه في لقاءات قادمة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.
الكبرى وعشر الكون يحدثنا الله تعالى أنت له ورسوله الله معين.